ووسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت واحد الرسالة ديال زوجة بنيامين نتنياهو، سارة نتنياهو، بعثت واحد الرسالة حميمية إلى الشيخة موزة والدة الشيخ تميم، بعثت لها واحد الرسالة حميمية. إلى قريتها المضمون ديالها هو أنها تطلب وساطة الشيخة موزة من أجل إطلاق هذوك الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. هذا هو المضمون ديالها، ولكن خليكم تبحثوا على هذه الرسالة، راه موجودة وتقراوها. الطريقة اللي كتبت بها يعني بأن العلاقات حميمية وجيدة وقوية ومتينة بين زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيخة موسى والدة الشيخ تميم. يعني خلف السطور كيبان بأن العلاقة عظيمة ومتينة ومعمقة وطويلة جدا، تلقى إلى درجة التحالف، لأن سارة نتنياهو كتبت وتكلمت عن المشترك بيننا وشكرت قطر الدور ديالها العظيم اللي قامت به من أجل إسرائيل. وفينكم فينك غراب الدوحة يا هلالة، يا بوق نظام دولة العسكر، يا المعلق الرياضي الأفاق، أينك؟ أينك مما يحدث في قطر وما تقوم به هاد الشيخة موزة من مساعي حثيثة من أجل حل مشكلة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ أينك يا الريان الذي صدعت رؤوسنا لسنوات طويلة وأنت تخدعنا بذاك الكلام وذاك ديك المسرحية وذاك ديك الأدوار التي لا يتقنها إلا أنتم، أنتم واحد عندكم واحد الجينات مميزة عن بقية البشر، واحد الجينات يعني أنتم الوحيدون الذين يتمتع بها، جينات الخداع والمكر والتظاهر بعكس ما تشعرون به، والتمثيل نعطيكم أوسكار. جمال ريان نعطيه الأوسكار اللي كتشوفوه في قناة الجزيرة وكنا كنتبعوه وخدعنا فيه لسنوات طويلة، اللي كتبعوه ديك كتبان لك ديك العصبية وكيفاش كيحاور الإسرائيليين، كتقول هذا نقص لغار ينزل الميدان، ولكن اللي كتدور الكاميرا كيظهر الوجه الآخر، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذه هي الحقيقة التي تكشفت للعالمين اليوم. قناة الجزيرة هذه اللي باقا مستمرة في مخادعة الرأي العام العربي، واللي لعبت علينا واحد الأدوار ديال الضحية لسنوات طويلة، وخدعنا، وأصدق أنا واحد من الذين خدعوا في قناة الجزيرة لسنوات طويلة. أنا ما نتكلمش عن الكفاءة ديال الصحفيين ولا الإمكانيات ولا التغطية ديالها، الاحترافية بين قوسين، هادشي كله أمر متعلق بالمال، والمادة إذا توفرت راه كتوفر الكفاءة، إذا ما كانش المال فهناك الرداءة، لأن بفلوس كتشري كل شيء. ما نتكلمش على هذا الجانب، لكن أتكلم على كيف وظفت هذه القناة ولصالح من وظفت هذه القناة. تذكروا وردوا غير سنتا شوية اللور الشريط إلى الوراء، دائما هذه القناة كانت تلعب دور الضحية، وذاك الشيء كان متعمد كي تحصل على التعاطف والمصداقية داخل الوطن العربي. شوفوا أيام أفغانستان، شوفوا أيام حرب الخليج على العراق، اللي كانوا بعض الصحفيين ديالهم يقدمون قربانا، وانا لا استبعد بان ذوك الصحفيين قدموا قربانا كي هذه القناه هذه تحظى بواحد الشعبيه داخل الوطن العربي، يصوروها كانها قناه مقاومه ومحاربه وتجاهد الى جانب الصف العربي. شوفوا قناه الجزيره اللي روجوا لنا الاكاذيب، اهمها في حرب الخليج كانوا كيروجوا بأن هناك وثائق تم تسريبها على أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الصغير مع بن كلينتون كانوا يخططون لقصف قناة الجزيرة. شو كيف خدعونا
وكيف تلاعبوا بعواطفنا ومشاعر الجماهير العربية. وصوروا لنا هذه قناة الجزيرة وكأنها قاعدة نووية معرضة للقصف، ها؟ وكيروجوا أيضا لأخبار الاستهداف المتعمد للصحفيين، وأنا لا أملك معطيات حقيقية ولكنما أملك عقلا أستنتج به وأستقرئ به الأحداث. لاحظوا في كل حدث يهز الأمة العربية إلا وقناة الجزيرة كتقدم لنا واحد القربان. لاحظوا في كل الحروب، كل الحروب ضروري واحد صحفي ولا جوج يتم التضحية بهم باش تبقى هذه قناة الجزيرة قريبة إلى قلوب وعقول ومشاعر الجماهير العربية. والأمر نفسه وقع في هذه الحرب الأخيرة في غزة. صحفيون تابعون الجزيرة تم اغتيالهم عن قصد أو عن غير قصد، أنا لست أدري، لكن هذا المصادفة تكررت كثيرا في كل الحروب، كتكرر هذه المصادفة كل مرة هناك صحفي الجزيرة يتعرضون للتنكيل، وهذا الشيء بزاف. وهذا الشيء بطبيعة الحال ربما كيدخل في إطار سياسة كسب المصداقية داخل العالم العربي. قناة الجزيرة بطبيعة الحال كنعرفوها بأنها هي رائدة التطبيع الإعلامي مع إسرائيل، وفي نفس الوقت هي كتحرك وسط إسرائيل بكل حرية وبكل أريحية، والصحفيين ديالها مؤمنين وداروا على ذلك. خديجة بن قنا اللي مشات لتما فرحانة وعادي، وملي كترجع من تما كتوقف أمام كاميرات الجزيرة في الدوحة كتولي تعطينا المواعيد وتولي تعطي الدروس للآخرين، تعطي الدروس للآخرين. لكن الحيوان هو اللي ملي كيتولد حتى كيموت يعيش على العشب والماء، ما عمره ما كيغير العدد ديالو. والإنسان حباه الله بالعقل ما بين كل فترة وفترة بطبيعة الحال كيغير الرؤية ديالو، المفاهيم ديالو، المعتقدات ديالو. وأنا واحد من الذين خدعوا بقناة الجزيرة لسنوات، ولكن فيما بعد استشعرت بأنها قناة لا تخدم مصالح الأمة العربية وإنما تدفع بالعرب والمسلمين إلى الهاوية. إحنا كناكلوا العصا وهي كتوهمنا بأننا رحنا نحقق الانتصارات كما يحدث الآن في غزة. غزة دمرت عن آخرها، رجعت للقرون الوسطى، الناس كتعيش المجاعة في القرن 21، مجاعة صراحة زمن بعيد لم نرى مثل هذيك الصور. وفي نفس الوقت كتجيب لنا قناة الجزيرة بعض المحللين العسكريين اللي كيتكلمون على التكتيكات والخطط. لست أدري واش هادو كيتبعوا الأحداث في غزة ولا كيتبعوا شي أحداث في كوكب آخر.